زميلنا كريم احمد، معلش يا دكتور، اتفضل. نروح لزميلنا كريم احمد من ملعب المباراه على التليفون، يقول لنا ماذا يحدث في ملعب المباراه. كريم ازيك يا حبيبي؟ كابتن اسلام وحشني والله. كابتن اسلام برحب، انت اللي وحشني جدا ووحش جمهور النادي الاهلي. الحمد لله على السلامه. وفعلا يعني مشتاقين جدا ان احنا نشوف النادي الاهلي ونشوف مباراه الدوري العام، ويمكن الحمد لله النهارده كل الامور ماشيه بشكل جيد جدا يا كابتن اسلام. استعدادات مكثفه، تركيز كبير، فصل تام ما بين مباراه الجونه ومباراه النجم الساحلي. انت كنت احد نجوم فريق النادي الاهلي يا كابتن اسلام، وعارف انك بتاخد حيز من تفكير اللاعبين المباراه القويه مباراه النجم الساحلي، لكن في شغل كبير جدا من الجهاز الفني بوزل مع اللعيبه الكبار في الفريق للتركيز الكبير في هذه المباراه. ان شاء الله تكون ثلاث نقاط مهمه يساعدونا في مشوارنا في بطوله الدوري العام، وتكون دفعه معنويه كبيره جدا ان شاء الله في مباراه النجم الساحلي. الجو مميز جدا، الهواء ابتدى يزيد شويه يا كابتن اسلام. ملعب بيبقى ليه طقوس خاصه كده بالنسبه لل فاتحين الباب ولا قافلينه الجونه الشوط الاولاني؟ لا والله يا كابتن اسلام فعلا، لا يعني الهواء الحمد لله النهارده نقدر نقول حتى اللحظه اللي بكلمك فيها كابتن اسلام مش بشكل كبير، لكن مع مرور الوقت ومنتصف الشوط الثاني بالتحديد الامور هتكون صعبه شويه، لكن ان شاء الله تكون لصالحنا. يعني نستغل كل الامور دي، الشوط الاول او الشوط الثاني على حسب طبعا اختيار القرعه من النادي الاهلي والجونه، لكن ان شاء الله باذن الله الحاله اللي احنا شايفينها وحاله التركيز وحاله الدراسه اللي يمكن مستر فايلر اشتغل عليها بشكل كبير جدا خلال الايام الماضيه لمباريات الجونه والمحاضرات المستمره مع اللاعبين، ان شاء الله يكون ليها اثر كبير جدا النهارده في المباراه. حتى هذه اللحظه يمكن لم ينزل الفريقين الى ارض الملعب، خلاص لحظات قليله جدا يا كابتن اسلام وينزلوا الفريقين. رمضان صبحي عايز اكد لك عليه وموجود على دكه البناء وسليم 100% رمضان، لكن رؤيه الجهاز الفني اكيد النهارده في وجود رمضان على دكه البدلاء، ممكن يبقى له دور او ما يبقاش له دور على حسب سير المباراه، لكن رمضان جاهز بنسبه كبيره جدا. احمد فتحي جاهز، حسام عاشور جاهز، كل اللعيبه اللي على دكه البدلاء جاهزه بشكل كبير، ان شاء الله يكونوا موفقين النهارده يا كابتن اسلام. نقطه اخيره وهي جمهور النادي الاهلي النهارده كالعاده يمكن لينا 500 مشجع، لكن كل الجونه اهلاويه يا كابتن اسلام، يعني كل الناس اللي متواجده المدرجات اللي خارج مدرج النادي الاهلي جايه تشجع النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله يكونوا موفقين النهارده ويكون نقاط المباراه مناسبنا كابتن اسلام. شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد، وطبعا لو في جديد احنا دايما معاك على التليفون وعلى الهواء مباشره. اتفضل يا دكتور.